عودة إلى المبادرات الرمضانية، ومن صنعاء تأتي مبادرة مالك مطعم أطلق عليها اسم طبختك علينا برمضان الخير، والتي بدأها في الأول من شهر رمضان. تتمثل المبادرة في وضع سلال ممتلئة بالخضروات الأساسية مكتوب عليها هذه البضاعة وقف لله تعالى لمن لا يملك ثمنها، تفضل علينا وخذ حاجتك للطبخ في رمضان. المبادرة تهدف إلى مساعدة المحتاجين والمساكين وفعل الخير، وقد لاقت ردود فعل كبيرة وواسعة في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من أم خالد التي قالت: ما شاء الله عليكم، جزاكم الله كل خير، لو كل صاحب مطعم يعمل مثلكم كان الدنيا بخير. وكان الوضاح اقتراح لصاحب المبادرة قائلا: جزاكم الله خير، لكن المفروض يكون في تنظيم بالتوزيع تجنبا لوقوع حوادث أو أخطاء بالتوزيع لغير المستحقين. أيا علقت أيضا بالقول: أكرمكم الله، الله يوسع برزقك، سويت اللي مفروض يسوي تجار البلد نفسه، بس يلا عند الله ما يضيع مثقال ذرة. أضافت حنان أيضا: الله يبارك لكم ويزيدكم من خيره، ما شاء الله كتب الله أجركم، فعلا في ناس ما تملك حق شراء هذه أشياء أو هذه الأشياء. والكثير والكثير من التعليقات التي تشكر مالك المطعم وتدعو له.